السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رايح ندير عفسة مختلفة شوية تاع ديكور. هنايا عندي هاد الأكواريوم مخدومة بالسيراميك، شبه شغل جاية حجرة فيها هذا الجزء هذا باش نغرس فيه الورد، وهذه ندير فيها الماء. شريت الوردة هذه، والله هذه النبتة هذه مش وردة، هذه هنايا وردة تاع لوتس، نحطها في الماء. هذا الفايس هاتفك، هذا وردات، هذا نستعملهم باش نوسي التراب، وهذا هذاك الطحلب اللي ينبت في الحجار وفي السجر، نحيته ثاني من برا. عندي ثاني شويه حجار راهم اللي هي دوك نجيبهم نحطهم ثاني هنا. ليسونسيال نبدا نغرس في النبته تاعي. نجيب التراب، نزق بالنحية بالله، هكذا سيبو غرستها. ندير لها شويه ماء، نطويت الدعوه هذه. درك نهز هذا الطحالب هذا، رشهم كميه معتبره من المياه، نحطهم زوج دقائق والله ما نطيبلو هايلي في الوقت اللي راهم مشمخين. هذو كلهم اش يقولوا تحلب هذاك. هنا عندي هاد العفيف، هادو الوردات هادو الصغار هادو، شنو هو ثاني؟ هادو شغل الروانب، عندهم الكروشيات هادو الصغار، ها لصقهم فيهم باش نقدر نرشقهم. لصقهم بهذي. ونزيد نكمل الاخرين. فوالا هكذا راني خلصت. ها كيفاش ولا مثلا الورده هذه ولا كاين باش نرشقها. شاف كيفاه ولا طريين هايلين، ونبدا نحط فيهم. فوالا نرمم هكذا سيده، نزيد نعطيهم برشه ثانيه. درك نلصق هذا، هذه نرشقها برك ديريكت هنا هكا. هذو الرواند هذو ندير واحد منا، ندير واحد ثاني هكا نفصله. نحط وردات، نحط وردة مثلا وين، نحط وردة هنا. راهم الشونطيات دايرين كتير، ديزولي على الحس. هاني جبت الحجار غسلتهم، ودات موديفيت شويه هذه، قلت بالك نحط حجره هنا ولا نحط الحجاره هذه هنا هكا، وهذه بلاصتها تحط هنا. دوك ندير لها الماء. فوالا بعد المرحله اللي تعجبني، هذا الحوتات هذو شريتهم من الانترنت. من بعد الوردة هذه تاع اللوتس ورقة، هي الوردة تاعها حطها، وهذه هي.